زملائي على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، انطلاقة شوطنا هنا أيضا العاشر في مجموع الأشواط، وشوطنا العاشر الخاص باللقاية لبكار المهجنات الأصايل هنا أيضا لأبناء القبائل في هذا الأداء المميز الجميل. كنوز من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق المميز الجميل، وملكيته لكردوس بن محمد بن سالم العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتينا هنا أيضا ثروة مبارك بن عبد الله بن معضد المشغوني المنطلقة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث لعبد الله بن حميد بن كعيب هنا أيضا الثالث. وفي المركز الرابع هو الوصول والانطلاق على رابع المراكز من ملازيم محمد بن سالم بن ناصر المسعودي، من تنطلق على المركز هنا الرابع. وفي المركز الخامس وشعار يحيى بن الصغير بن قنون بن يراد هناك الوصول كذلك من قبل ديمومة لسعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادية القادمة بكل قوة، وغار محمد بن خلفان بن عامري لقتبي يصل في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق الجميل، وأركان أحمد بن محمد بن سالم المالكي من تأتينا على المركز الثامن المركز التاسع والانطلاق من قبل هنا مشعلة هلال بن خميس بن عامر العمري، من ينطلق بمشعلة هنا بهذا الأداء الجميل، ومحبة راشد بن سويدان بن حضير الاقتبي وعاشر المراكز هنا. الوصول كذلك من مياسة فارس بن محمد بن سعيد الخاطري. هذه هي النتائج للمراكز الأولى المنطلقة بهذا التحدي الجميل. أعود إلى الصدارة، أعود إلى ثروة من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. مبارك بن عبد الله بن معضد المشغوني على الصدارة وعلى المركز الأول، متعبة في المركز الثاني، يحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة اللي اقتبي بمتابعة البنت لمن يتابعها هنا بهذا الأداء الجميل والإثارة. هناك كنز كردوس بن محمد بن سالم العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع أركان أحمد بن محمد بن سالم المالكي من تأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس ديمومة سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد النيادي، من تنطلق والوصول هنا أيضا من اسم جديد يصل هنا ظنون جابر بن علي في هذا الانطلاق الجميل. جابر بن علي بن حسين الجرحب المري من تصل في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة. الوصول كذلك من الظبي سعيد بن سلطان بن محمد العرياني القادمة بكل قوة، وشعار بالسعودي أيضا يصل هنا على ظهرها الشاهينية محمد بن علي السعودي اللي اقتبي، ولكن متعبة من غيرت مع الكيلومتر الأخير إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. متعبة من تنطلق بالتحدي وبالإثارة. يحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة الاكتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بمتعبة في صدارة هذا الشوط في التحدي وفي الإثارة. المركز الثاني ظنون جابر بن علي بن حسين بن جرحب المري، وبن عيد قادم بن عيد من الجانب الآخر هنا بالتحدي بالإثارة. مشاهدين الكرام يا سلام، التحديات جميلة ولكن متعبة المسيطرة على زمام الأمور، متعبة المسيطرة على صدارة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. متعبة وهيلمان هيلمان العبد الله العيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، ولكن متعبة يحيى بن الصغير بن قنوم من يرادة اللي اكتبي على صدارة على المقدمة، يبغى يضيف النقطة الثانية لأهالي جميرة على هذا الأداء الممتع
المميز الجميل الجميل هنا في هذا الانطلاق المميز. احد فرسان القدره وهيلمان، هيلمان ومتعبه، متعبه وهيلمان واللحظات الاخيره الله، ولكن هنا 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 الله 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 هيلمان. اذا من انتزعت انتزع سعيد بن عبد الله بن عيد المنصور المركز الثاني، متعبه من وصلت على المركز الثاني، يحيى بن الصغير بن قنون المركز الثالث، كان من نصيب ولايف عبد المحسن بن محمد بن محسن المري، وفي المركز الرابع المركز الرابع الهاشمية فيصل بن سالم من جساس الشريفي، والمركز الخامس كان الظنون جابر بن علي حسين الجرحب المري. والتوقيت الزمني هنا ووصول هيلمان إلى خط النهاية في الأمتار الأخيرة انتزعت الفوز والناموس العيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، والسلام لأهالي الوثبة بهذا الانطلاق المميز الجميل. 6 دقائق 3 ثواني 5 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني كانت هناك متعبة من قدمت عرض يشكر عليه، 6 دقائق 3 ثواني 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعيد بن الصغير يحيى بن الصغير بن قنوب بن يرادة اللي اكتبي على هذا الأداء المميز الجميل. أما المركز الثالث فكانت هناك الذي وصلت في هذا الانطلاق الجميل ولايف، من وصلت في أيضا الأمتار الأخيرة 8 ثواني جزء واحد من الثانية عبد المحسن بن محمد بن محسن المري. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع.